السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض جلاش بيتي نظيف. شايفين الشكل؟ شكل بسم الله ما شاء الله جميل. هتاخديه بطري في ايدك، شكله روعة، طعمه جنان، طريقة جديدة. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اول ما نبدا كلامنا نبدا بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده حبيباتي جايين ان شاء الله هنعمل مع بعض الجلاش، بس هنعمله بطريقه جديده، حشوه جديده ومختلفه. هنعمله مع بعض النهارده الجلاش محشي بالكبد والقوانص. تمام، انا معايا هنا يعتبر نص كيلو من الكبد والقوانص. طبعا انا هنا مقطعه القوانص لوحدها والكبده لوحدها، مقطعاها قطع رفيعه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده مع بعض هنبدا بالتسويه بتاعتنا. انا هنا جايبه طاسه حطها على النار، حط فيها معلقتين سمنه. هحط اول حاجه البصل. دول معايا كميه البصل دي حوالي 3 بصلات وسط. تمام، هنيجي هنسويهم مع بعض. انا اول حاجه هنا في الاول جزء من البصل مش بسويه قوي، يا دوبك بخليه يدبل حاجه بسيطه. تمام، وبعد كده بضيف عليه كده. بصوا بالطريقه دي كان دبل معايا اهو. هضيف عليه القوانص الاول، لان احنا عارفين طبعا القوانص بتاخد تسويه عن الكبده. تمام، فهقلب فيها كده شويه لحد ما احس ان هي خلاص دخلت على السوا، وبعد كده هبدا اضيف معاها الكبده بتاعتنا. طبعا احنا مقطعينها القطع صغيره علشان بعد ما بتستوي القطع بتبقى ظاهره، فمش عايزينها تبقى ظاهره قوي معانا، عايزينها قطعه تكون حلوه، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. كده كانت خلاص دخلت معايا في نص السوا، ضفت لها الكبده. وطبعا انا شفتوني وانا هنا ضفت ذره فلفل اسمر. تمام، بس انا بضيف ملح وفلفل اسمر، جزء كده من التوابل معايا علشان ريحه الزفاره بتاعت الكبد والقوانص. طبعا دي بتعمليها مع سواء لحمه او كبد وقوانص او فراخ، في اي حاجه ما بتيجي تعصبيها. خلاص انا هنا كده خلاص ضفت الكبد والقوانص، هقلب فيها، هضيف التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي عباره عن ايه؟ ملح، فلفل اسمر، معاكي هنا رشه جوزة الطيب لو انتي حباها، مش حباها خلاص، هي بتديكي نكهه وطعم حلو بصراحه. تمام، هتبقى مختلفه معاكي. هنا هضيف، انا بضيف لها مكعب مرقه. المرقه هنا اختيار بالنسبه لك، ممكن تضيفيها وممكن لا، على حسب اختيارك. كده خلاص بعد ما هي بتاخد في السوا بضيف لها باقي كميه البصل بتاعتي. البصل هنا انا بزود معاها البصل. البصل هنا زي ما قلت لكم قبل كده، البصل هنا بيديها تيست حلوة قوي، جميل، بتبقى جميلة وحلوة يعني، فبفضلها بصراحة. بحط له كمية البصل بتبقى افضل. كده خلاص انا كده اضفت لها رشة جوزة الطيب، وبرده قلت لك دي اختياري بالنسبة لك. هنا الملح، بتتبليها يعني الملح، بتحطي الملح بتاعك المعتاد زي ما انت عايزه، بقى تظبطيه زي ما انت عايزه براحتك خالص. كده انا خلاص بقلبها تلبتين، وبعد كده بطفي عليها النار لان هي بتعتبر تستوي. والبصل الاخير ده طبعا مع درجه الحراره بيدبل لوحده وبيقعد، بيبقى خلاص بيديكي تست حلو كده وقرمشه حلوه وانت بتاكليه، غير كمان ان هو هيستوي معانا في الجلاش. تمام، خلاص كده كانت خلاص الكبد والقوانص استوت معايا. انا كده ظبطت الحياء بتاعي. تعالوا نشوف مع بعض بقى رصة صينية الجلاش هنرصها ازاي مع بعض. هنا ده جلاش بستخدمه اللي هو جلاش اسمه زمزم. انا مرضتش بصراحة ارمي الكيس، قلت اوريه لكم الاول. ده جلاش حلو قوي يعني، بسم الله ما شاء الله. هو ده اللي انا بستخدمه بصراحة، مرتاحة فيه في استخدامه. الورقه كبيره والعجينه بتاعته كمان حلوه وطريه، ما تلاقيهاش اللي هي منشفه ومكسره، لا الورقه بتاعته هتلاقيها سليمه اهو. اسمه زمزم. تمام، بجيب هنا صينيه ماشي. وبعد كده طريقه الرص عندي انا برصها ازاي، انا بجيب الصينيه ماشي، بحط نص الورقه في الصينيه ونص التاني بخليه من بره. ان شاء الله هوضحه لكم برده دلوقتي. وبرده نفس الكلام بعمله الناحيه التانيه. خلاص بجيب نص الورقه في الصينيه والنص التاني بيبقى بره الصينيه. بعمل كده لحد ما اخلص كميه الورق بتاعه الجلاش، يعني بفضل بالنظام ده كده لحد ما اخلص كميه اللفه بتاعه الجلاش بتاعتي.
الدهان هنا بالنسبة للدهان انا ما بكترش السمنة في الجلاش، لان احنا هنا ما بنحبش السمنة كتير، يعني الحاجة بتبقى تقيلة. السمنة بتاعتنا هنا بخليها خفيفة شوية، يعني بحط ما بين كل 3 طبقات او طبقتين دهنة بسيطة كده خفيفة، ما بتكونش كتير. يا رب تكون الرصة واضحة بالنسبة لكم دلوقتي زي ما انتم شايفين كده بالطريقة دي. وبين كل ورقتين او طبقتين بدهن دهنة بسيطة. بعد ما بخلص رص لفة الجلاش بنفس الطريقة دي، بجيب بخلي معايا ورقة او ورقتين. لو حسيتي ان الجزء اللي موجود في الصينية بتبقى رقيقة شوية، بتجيبي ورقة وتحطيها في نص الصينية. تمام كده، بجيب الحشوة بقى بتاعتي وبحطها في الصينية وبترصيها كويس قوي، وبتيجي بقى مع بعض للتغليف الطبقة الأخيرة. أول حاجة هترصي الحشوة بتاعتك كويس، وبعد كده هنبدأ مع بعض بتقفيل الصينية. التقفيل الصينية بجيب بقى كده زي ما أنا رصيت من تحت، هبدأ إن أنا أقفل من فوق الطرف اليمين مع الطرف الشمال، ودي دهنة بسيطة وهكذا لحد ما اخلص كمية الورق اللي باقية. زي ما انتوا شايفين كده بتبقى الصينية كلها متغلفة وكويسة جدا، بتيجي بعد التسوية معاكي متبقاش متبهدلة والحشو بتاعك خارج من بره الاطراف، بتبقى معاك الصينية متغلفة وكويسة قوي. تمام اهو بالطريقة دي كده. باجي بقى الوش الاخير بروح دهناه كويس بالسمنة، يعني بديله الدهنة الحلوة بتاعة السمنة خلاص. وبعد كده بتبداي انك انت تقطعيه التقطيعه بتاعتك اللي انت معتاده عليها، بتقطعيها سواء كبيره صغيره وسط زي ما انت عايزه. تمام باجي هنا بعد الصينيه ما بقفلها، الاطراف طبعا اللي بتبقى موجوده من الجناب دي انا بشيلها بسكينه، علشان دي ما بتبقى موجوده وبتبقى كبيره كده، بتبقى ناشفه وهيشه، ما بتبقاش شكلها كويس. وبصراحه لما باجي اعملها كده افضل بعملها في الصاج اللي هو اللي احنا بنعمل فيه البسكوت والكلام ده، اللفه الورقه بتاعتي هنا دي بتاخد الصاج، فبتبقى حلوه ورقيقه وفي نفس الوقت واخده الورقه كلها ومريحاني، يعني بتبقى افضل من كده يعني. بس المره دي انا عملتها في الصينيه. تمام ما رضيتش ان انا اعملها في صاج، بس قلت اقول لكم برضو عن المعلومه دي. هنا بقى بالنسبه للتقطيع، طبعا زي ما قلت لك هتقطعيها زي ما انت عايزه التقطيع المعتادة بتاعتك. انا هنا الصاج الصينية يعتبر عملتها على 3، كل صف قطعته على 4. تمام بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي بقى للتسوية، طبعا انا مشغلة الفرن بتاعتي علشان تبقى سخنة. بحطها الاول في الفرن، ما بتاخدش لون معايا، يعني بتبقى يدوبت بس انا كده الصينية بتسخن معايا، بتبدأ ان هي خلاص داخلة على السوا، ما بتاخدش معايا لون. بكون محضرة كوباية فيها لبن وفيها بيضتين، هجيبها لكم برضو دلوقتي، تعالوا نشوفها مع بعض. اهو دي كوباية لبن ومعايا هنا بيضتين، كوباية كبيرة حلوة كده، علشان هنا اللبن والبيض بيديها طراوة حلوة قوي. وفي فكرة تانية كمان ممكن اقول لك عليها، معلش انا هنا كسرت البيض بايد واحدة لاني كنت شايلة الولد على ايدي فكسرته بايد واحدة خلاص. في فكرة تانية كمان، ملحوظة تانية، معلومة تانية ممكن اقولها لك. وانت بتدهني ورق الجلاش، لو انت خايفة ان هو ممكن ساعات بيطلع معاكي ناشف، ممكن تعملي ايه، بتجيبي علبة زبادي تمام وبتدهني بيه الطبقات بتاعة الجلاش، هتديكي طراوة حلوة جدا، يعني جربيها برضو وان شاء الله مش هتندمي. تمام هنا بقى انا ضفت البيضتين خلاص، هقلب البيض مع اللبن وحطيت لهم ذره فلفل اسمر عشان زفرت البيض طبعا، حطيت لهم ذره فلفل اسمر وهقلب اللبن بالبيض كويس. وبعد كده هخرج الصينيه من الفرن، هضيف لها كوبايه اللبن بالبيض وهدخلها الفرن تاني بقى لحد ما تاخد التسويه بتاعتها الكامله. شايفين ما خدتش معايا لون، يعني يا دوبك بصي مسكت نفسها شويه خلاص. ضفت لها كده اللبن بالبيض، هدخلها الفرن تاني تكمل السوا. تعالوا بقى نشوف الشكل بعد ما استوت بقى شكلها ازاي. شايفين ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، بسم الله ما شاء الله، طراوة طالعة معاكي منفوخة مرتفعة زي صينية الكيكة بالظبط. كانت بسم الله ما شاء الله طعمها حلو قوي، طعمه مختلف، ان شاء الله هجربيه وهيعجبك
وهتقولوا لي ايه رايكم فيها ان شاء الله. ولو وصلت معايا للمرحله دي ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.